حبيبي كفايه لعب بقى، كفايه لعب وتنطيط خلاص كده. الولاد دي كلكم لازم تروحوا يا جدعان. انتوا واقفين كده ليه يا ابني؟ انت وهو روحوا بيوتكم يلا المدرسه بكره. يا بابا سيبنا نلعب شويه يا بابا، ما انت عارف في مدارس. هو ايه اللي كل حاجه تلعبوا؟ المفروض تجهزوا نفسكم بكره المدارس، لازم تجهزوا ورقكم وحاجاتكم. يلا يا حبيبي، بص اللي بنضاره ده عسل قوي، بص شاطر ازاي مسرح شعره. مش انت سايبني شعرك كده طويل؟ يلا ماشي يا بابا، ما انت عارفني برضه بحب شعري. كمان هتتكلم على شعري يا بابا؟ مش كل حاجه اعملها تقعد تقلدني، مش كل حاجه تقلد الكبار. اسمع الكلام الاول عشان تبقى كويس. يلا اتفضل قدامي على البيت. يلا ما جبناش العربيه وانا اخدها ماشي. اتفضل حضرتك. والبيت قريب يا بابا، انت خلاص كبرت، انت عايز عربيه بكل حاجه. بص بص الدنيا بتغيم ازاي، الدنيا بتغيم وخلاص كده. هنستنى بقى الاتوبيس ونروح بيتنا. يلا بسرعه اقعد. يلا حبيبي، يلا حبيبي بطل بقى شقاوه دي. اتفضل خش قدامي اسمعني على البيت. ماشي. الواد ده عايز اغديه واودي بكره المدرسه. انا مش عارف ليه الحياه صعبه كده، انا خايف من المدرسه دي عليه اكتر ما انا خايف منه لو قعد من غير مدرسه. تعالى حبيبي. بابا ايوه انت بتقول حاجه؟ بقولش حاجه. اتفضل اقعد ما تركزش. اتفضل اتفرج على التلفزيون انا اعمل لك اكل. ايه يا بابا؟ انا عايز اغسل ايدي وعايز اغسل وشي صح. انا انت لسه صح. كنت بلعب بالرمل. انت ولد شاطر، وطالما انت ولد شاطر وبتسمع الكلام يبقى انت انا فرحان بيك. اغسل ايديك كويس، برافو. اديني بغسلهم يا بابا. ونشف ايديك كويس. ايوه 6-7 مرات لازم تكون ولد كده، يعني عايز المدرسه كلها تبص عليك وتقول ده احلى ابن فراش في الدنيا. بابا انت مش هتصلح الرف ده؟ اصلحه اصلحه حبيبي ان شاء الله لما يجيلنا فلوس. يلا يلا. ماشي يا بابا. مش غاصبني على شغل المدرسه غير ان انا محتاج فلوس، وعشان اصلح له البيت واعيده في عيشه كويسه واعلمه واربيه اروح له اشوفه بيعمل ايه. زمانه بيخرب الدنيا. ولد اتفرج على التلفزيون، برافو عليك شاطر. أيوة انت كده مؤدب. أيوة بابا بص انا هعمل لك بقى ايه اكل، هعمل لك حاجه تاكلها. يلا. والله يا بابا انا جعان قوي. طعمها حلو البيتزا. انا الصبح ما اكلتش حاجه. حلو. يا بابا انت هتعمل لي اكل ولا هتاكل لوحدك؟ خد خد يا حبيبي الحته دي بتاعتك، خد خد الحته دي انا سايبها لك. اتفضل كل. الحمد لله. نحمد ربنا ان احنا عندنا بيتزا وكلنا وشربنا والحمد لله. يلا حبيبي يا بابا. يلا اغسل ايديك. يا بابا دي البيتزا بقى لها 3 ايام يا بابا. بس بقى خليني هغسل ايديا بقى واخلص بقى. يلا الحمد لله. تعال اغسل ايديك انت كمان يلا عشان تخش تنام. جهزت شنطتك بتاعت المدرسه؟ جهزت كل حاجه يا بابا. والله شكلك ما جهزتش حاجه. انا شايف الولاد لسه بيلعبوا في الشارع، انا مش عارف بيلعبوا ليه في كده في الشارع. روح يا واد انت وهيه، روحوا يلا على بيتكم. انت عازم اصحابك عندنا؟ بقول لك ايه بابا، ايديا لزقوا بالصابونه. بقول لك ايه، انت شكلك متعب وهتتعبني. تعالى بيتك عند المدرسه يلا بسرعه. لا يلا هتروح تبات عند المدرسه. مفيش الكلام ده. يلا خد شنطتك، خش خد شنطتك وتعالى ورايا بسرعه. يا رب اقدر اعيش وعيشه كويسه. الواد متعب وما بيسمعش الكلام. انا احسن حل اعمله ان انا اوديه عند المدرسه فعلا، عشان خاطر الحياه هنا هتبقى صعبه جدا. وبعدين انا لازم اروح المدرسه، ولو رحت المدرسه انا قلقان يحصل اللي في بالي. لو حصل اللي في بالي هتبقى كارثه. استر يا رب. يا حبيبي يلا يا حبيبي، يلا يا طموره اسمع الكلام. يا بابا انا جيت اهو. ما عنديش شغل انا غير شغلانه الفراش دي، طب هعمل ايه بس؟ يلا يلا يا ابني تعالى. يا رب العربيه يبقى فيها بنزين يا رب. يا ولاد روحوا، يا ولاد روحوا يلا. بيروحوش بيسمعوش الكلام. تعالى يا حبيبي اسمع الكلام انت واركب العربيه. اجري يا بابا اجري يا بابا، دي عايزه تيجي معانا. مالكش دعوه بحد، ركز انت عشان نلحق نروح. يلا بيت المدرسه قرب. عارف انت لو تسمع الكلام هفسحك واخرجك واوديك. بص شايف انت المره الجايه اوديك المصيف عشان انت هتسمع الكلام وتبقى مؤدب. برافو عليك يا طموره، يا حلو انت يا جميل. حاضر يا بابا انا هبقى مؤدب قوي. انت عارف يا طموره انا نفسي في ايه؟ بلاش المدرسه والنبي يا بابا. عشان خاطر تذاكر لك اسمع الكلام بس. انت عارف انا نفسي في ايه يا حبيب بابا؟ نفسك بايه يا بابا؟ انا نفسي اعرف امشيك من المدينه دي، نفسي نسافر في حته تبقى كلها امان وما يكونش فيها حاجه مرعبه ولا تخوفنا. يا رب العربيه هتعطل بنزين، العربيه هتعطل بنزين. بابا انت بتقول كده ليه؟ ما تخافش اي حاجه. ما تخافش يا ابني، مفيش حاجه مرعبه انا معاك. ما تخافش انا هاخد طريق مختصر عشان خاطر مفيش غير الطريق ده. يا رب. بابا ايه يا حبيب بابا ما ترعبنيش. اغني لك؟ لا ما تغنيليش ما تغنيليش، ابوس ايدك. يلا اتفضل، انا عايزك تطلع دكتور مهندس تغني ايه بس. اتفضل. وصلنا وصلنا يا حبيبي. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، انزل عشان اوديك عند المدرسه بسرعه حبيبي. يا بابا خلص يا بابا يلا بسرعه. ايوه شنطتك معاك شاطر. اتفضل خش معايا عند بيت المدرسه. ايه ده جوزها لسه هنا هيزعقلك يا بابا. ابني حبيبي اخيرا اطمنت عليك هنا. انا خايف اصلا عليك من موضوع المدرسه ده. انا هسيبك مع المدرسه واروح انا اشوف اكل عيشي، وربنا يستر من المدرسه العجيبه دي يا رب. اما نروح نشوف الناظر ربنا يستر ما يكونش سبقنا على هناك.
يا ربنا عربية الأكل هي جاهزة. أوه لمغزى الناظر. أوه استر يا رب استر. السلام عليكم، ازاي حضرة الناظر؟ وعليكم السلام، انت كنت فين يا بومبو؟ حضرتك يعني انا ما قلتش حاجة. بص يا حضرة ناظر خليل، من الآخر كده انا كتر خير ان انا بشتغل في المدرسة العجيبة دي، انتوا اصلا ما بتدفعوش فلوس كتير والموضوع اصلا مليان رعب وانت مش مصدقني. انت مش عارف ان بكره اول يوم في المدرسه؟ يا عم انا جيت اهو. حاضر هنضفها لك كلها. انا ابني انت عارف ابني، بس اللي عايش معايا فكنت باخد بالي منه مراعات انت عارف بقى، بس الحمد لله انا بشتغل لكم هنا واحمد ربنا بقى. انت كمان بترد عليا؟ انت فراش مش محترم قدامي. حاضر الناظر خليل خليك كويس، ها انت تعرفش الصبيان بيقولوا عليك ايه هنا في المدرسه؟ انا مش هتكلم كتير. كمان بيتريقوا عليا؟ لا حضرتك محدش يقدر يتريق عليك، ربنا يديك طول العمر والصحه والشعر الابيض، ربنا يبارك لك. اتفضل. ماشي تعالى وريني الفصول دلوقتي. اتفضل. حاضر وريني اي فصل فيه مشكله هنضفه لك. هوا اتفضل حضرتك، اهو اول فصل نضيفه اهو، كل حاجه فيه جميله وما فيهوش اي مشاكل يعني، والورق مظبوط اهو. الطباشير ايه حضرتك انت راجل قديم. بص يا فندم عندهم دلوقتي اقلام بيكتبوا على السبوره ويمسحوا بالبشاوره، عايز ايه تاني؟ اتفضل. واو اقلام دي حاجة جميلة جدا. طب تعالى وريني الملاعب، طيب نظيفة ولا لا؟ حضرة الناظر حضرة الناظر بصوا. نعم. ورا انا مش عارف ايه ده، كان هنا كان لسه هنا. حضرة الناظر انت ما شفتش ازاي؟ انا مش مصدق. انت بتقول ايه؟ انت اتلحست يا بومبو ولا ايه؟ والله كان هنا حالا وبيبص لي. انا مش اعصابي مش قادر. حضرتك الناظر انا مش هتحرك في حته في المدرسه ونضفها الا ورجلك على رجلي. انت هتعمل زي الوكيل حنفي قعد يقول لي مراتي بتشوف اشباح وحاجات غريبه، انتوا عاوزين تجننوني. ما حضرتك الناظر شغل دماغك شويه، يعني انا بشوف اشباح وهي بتشوف اشباح، ازاي حضرتك ما بتشوفهمش؟ انا مش فاهم. الا اذا يا ابني شكلك قصير، يمكن انت تكون معاهم. استر يا رب. ايوه طبعا حضرة الناظر بص من الاخر، انا همشي في اي حته همشي رجلي على رجلك. اتفضل وانا معاك. اتفضل وريني الملاعب، العيال بترمي اكياس الشيبسي هناك وبيسيبوها مرميه. هو اقعد الم بقى اكياس وبتاع وقرف، بس استنى بقى حضرة الناظر اجيب الادوات واجي. ثانيه واحده يا بومبو، انت شايل الحاجه فين؟ اهو كمان اهو يعني حضرة الناظر اهو دي جايه اهو نضف لك الارضيه كلها اهو. بص 1 2 3 4 3 2 1 4 خلاص يا حضرة الناظر المنطقه كلها نظيفه ومفيش مشاكل. اتفضل. ها الارض بتلمع. شنبي بص شنبي النور الشمس هتشقشق وكلهم جايين يا حضرة الناظر. خلاص الحمد لله الشمس طلعت مفيش عفاريت الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. اتفضل يا حضرة الناظر انا ماشي معاك وهحترم نفسي واي حاجه انت عايزها انا تحت امرك، المهم تديني مرتب. اتفضل. مخصوم منك اسبوع بسبب تاخرك. ليه يا حضرة الناظر؟ ما انا جيت اهو، ما انا جيت قبل ما الدنيا تشقشق زي ما قلت لي قبل ما تشقشق قلت لك حاضر يا حضرة الناظر، قلت لي قبل ما الشقشق قلت لك حاضر يا حضرة الناظر، ليه دلوقتي بقى؟ انا مش فاهم. علشان نظفت المدرسة وما نظفت الشنبي سايبه متنعكش. طب والنهي حاضر شنب حضرتك اتفضل اهو من عينينا. اتفضل الشنب كمان اهو اهو بالعصاية ولا يهمك اي حاجة انت عايزها عينينا. وماله هاتشي هاتشي ما انا عامل لك ايه؟ طب شنبي شنبك مطرب يا حضرة الناظر بس انا نظفته ما تقلقش. اتفضل معايا حضرتك وريني بقى بقية المدرسة خلصني ما تتعبنيش. يا رب تعالى ورايا تعالى يا رب ما يكون في حاجة كتير عايزة تتنظف يا رب. المسرح بتاع المدرسة عندنا عروض السنة دي حلوة. بقى يعني انت بتبتدوا المدرسة كلها بمسرح مش كده يعني؟ حضرتك يعني الدنيا حلوة وجميلة ليه تيجي على نفسك وتيجي علينا؟ ما تخلي العيال تذاكر في بيوتها وبعدين تروح تمتحن وخلاص الموضوع خلص يعني. بترد عليا يا بابا عشان انا قصير؟ لا خلاص حضرتك قصير انا عارف، بس خلينا نتفق على حاجة، ان احنا هنا ما ينفعش واحد يبقى لوحده في المدرسة دي، والمسرح ده بالذات انا بخاف منه حضرة الناظر. بص شايف الحته دي؟ بص لف ورا كده، شايف هنا شايف اللي انا شايفه ده؟ في نوار. شايف النور ده؟ انا مش شايف. شبك لي ايدك انا قصير. اشبك لك ايه يا حضرة الناظر؟ يا خله مش كده، لا مؤاخذه حضرتك مش كده يعني، اعمل ايه طيب يعني؟ انت قصير انا اعمل ايه؟ طيب هحاول انط. هوبا يا ربي على ده ناظر. هوبا اتفضل يا حضرة الناظر. حضرة الناظر هوبا، العيال لو سمعتك هتسميك هوبا. فين يا ابني اللي انت شفته؟ وريني شايف النور؟ شايف النور اللي تحت ايدك ده؟ ده مش أيوة. نور يا حضرة الناظر، أنا بيتهيألي إن هما من هنا بيقدروا يعرفوا كل حاجة. هما مين دول يا ابني؟ الأشباح يا حضرة الناظر الأشباح. أنتوا عاوزين تجننوني معاكم ولا إيه؟ مفيش حاجة اسمها كده.
صدقني يا حضرة الناظر، المدرسة دي فيها حاجات غريبة أنا بشوفها ومحدش غيري بيشوفها. أنا كل سنة أجي أنظف فيها بالعافية، وقلت لك بلاش المدرسة دي، بلاش المدرسة دي يا حضرة الناظر، وأنت مصر برضو تبقى ناظر فيها. اسكت اسكت يا بومبو، أنا مش عاوزك تقول لحد، علشان الإشاعة دي لو انتشرت مفيش طلاب هيجوا المدرسة تاني، وكل أولياء الأمور هيخافوا. اه حضرتك دي مش إشاعة، دي حقيقة والله، أنت مش مصدقني ليه؟ طب خلاص بص أقول لك على حاجة، انا هقول لك على فكره حلوه جدا، حضرتك تشتري كاميرا حلو كده وتركبها في المدرسه دي وتتفرج بعد كده ايه اللي بيحصل بالليل. خلاص والله فكره، انا موافق على الفكره دي، حلو انا هنفذها. والكاميرا تكذب بومبو حضره الناظر. خلاص احنا كده خلصين، اتفضل بقى قدامي وريني مكان الاكل عشان خاطر تبقى كل حاجه ورانكت. ايه تعالى تعالى المطعم، فعلا العيال عايزين يشتروا طعميه سخنه وسندوتشات الفول. مش عارف انا ناظر ايه اللي بياكل العيال سندوتشات فول لغايه النهارده. يا حضره الناظر العيال وصلت المدرسه، هم بيخشوا المدرسه من بره، تعال نستقبلهم احسن. طب والسندوتشات؟ انا بقسم مع الكانتين ده، انا بقسم معاه. مش انا بقول لك، مش انا بقول لك اتفضل اهو، الولد جاي بيذاكر اهو مؤدب وحاطط الماسك بتاعه مؤدب ازاي، اتفضل يلا دخله حضرتك الفصل، عشان انا طبعا فراش غلبان ما ينفعش ادخله الفصل، اخش انظف انا، انظف قدام المدرسه. انا هنتهز الفرصه دي واخلي الناظر بقى يدخل العيال المدرسه، والابله اللي جايه بالعيال من المدرسه اتاخرت بالعيال، اتاخرت والناظر هياكل وشي. انا اروح بقى اصلح الدنيا هنا، اشوف العربيه دي شغاله ولا سليمه قبل ما نبيع منها حاجه. ايوه كل حاجه سليمه الحمد لله، البضاعه موجوده وكل حاجه سليمه. حلو ده كانتين المدرسه، هنبيع عشان خاطر الناظر يكسب وبومبو يشتغل، الناظر يكسب وبومبو يشتغل. يا ربنا على المجهود اللي الواحد فيه، ادي ملعب السله سليم ونظيف وجميل وكل حاجه فيه زي الفل. نروح بقى نامن على ملعب الكوره. اه مش عارف بيلعبوا لعبه واحده، هيتعبونا معاهم، عايزين كره قدم، عايزين كره باسكت، عايزين كره سله. ايه يا عم ما تتعبوناش، الحمد لله العارضه سليمه، الحمد لله العارضه سليمه، بيخش فيها جوان بيخش فيها جوان. خلاص ده انا لو كنت لعيب كوره كان زماني دلوقتي مش فراش. خلاص انا هروح اشوف شغلي، انا غلبان قوي. راح فين الفراش ده؟ ايه حضره الناظر انا هنا اهو بنضف في الملعب. يا حضره الناظر انا جاي، انا جاي حضرتك من غير ما تزعق، اتفضل. هو فين صوته جايب اخر الدنيا؟ تعالى هنا اتفضل، انا معاك يا فندم، اتفضل حضرتك انا معاك. ايه اللي مكتوب جوه ده؟ مش بقول لحضرتك هيقول عليك بكره خله، هوبا مش مصدقني خله الاله، ينفع كده؟ اتفضل حضرتك انا امسح انا اسف. عاقب لي الولد اللي عمل كده. اه يا حضره أيوة الناظر كدا. خلاص بقت حصه علوم وكل حاجه زي الفل. اه مين اللي حدف الكوره؟ ولد. اه الكوره بتحدف لوحدها حضره الناظر، مش بقول لك يا حضره الناظر الكوره بتجري لوحدها. يا ربنا ده اكيد اكيد اللي كتب خله الاله هو اللي بيحدف الكور. حضرة الناظر انا قلقان، المدرسة دي صدقني ما فيهاش مشاكل، المدرسة دي فيها حاجات غريبة ما وراء الطبيعة. حضرة الناظر ودي صوتك في طلبة، في طلبة في الفصل. صوتي ايه؟ الكور بتجري قدامك، طلبة هنشوف، مش هتسمع بس، انت بتقول ايه؟ تعال نشوف بسرعة، تعال نشوف بسرعة حضرة الناظر. الحمد لله الشمس طالعة. انا خايف يا ابني، انا راجل كبير. انت مش بتصدقش حد ومش هتصدقني غير لما تشوف بعينيك. الكور كان جاية من باسكت. ايه ده؟ سبحان الله الكور في مكانها ما فيش حاجة اهي. طب ازاي؟ صحيح ازاي حضرة الناظر؟ واه الكورة جاية بتجري حضرة الناظر، خبطت فيك وبتجري لوحدها. يا ربنا شفتها 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 حضرة الناظر، مش بقول لك مش بقول لك المدرسة دي ملبوسة، المدرسة دي فيها سر. بصوا مكتوب على السبورة امشي من هنا، مكتوب امشوا من هنا في كل حتة. سامعين سامعين صوت، سامعين صوت بيقول الحقوني يا حضرة الناظر بسرعة. الصوت فين؟ يلا يا ولاد الصوت منين يا حضرة الناظر؟ مش عارف يا ابني والله، انا 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 خايف، انا خايف اصلا. الصوت جاي من المسرح يا حضرة، اه شايفين هناك بسرعه.